خسائر الدخل في الخارج بلغت قيمة خسائر الدخل الوطني الفلسطيني يعني تعويضات العاملين في إسرائيل. أوف. 12 سنة بحرتهم زي الحمار يوم بيوم وساعة بساعة عشان أسبوعين هالتوجيه. قول يا رب أنجح. قول يا رب. والله ما أنا سمعكم ولا واحد بقدم توجيه عندكم. قولوا يا رب يا عمي. يا رب أنجح. وين وصلت؟ التخمت أنا صار لي حوالي 3 أسابيع مش طالع من الأوضة، لا أبوي ولا أمي ولا خواتي ولا، وكل العيلة قاعدة برا تقولوا عريس بليلة عرسه بيستنوا الدخلة قاعدين. كلهم بيستنوا أنجح 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 أنجح. وين وصلت أنا العربي؟ أيوة وين العربي؟ سلام من صبا بردا أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعزرة اليراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق و... اللي هي داخلي عمتي. شو يا عمتي بتغني؟ بتغني يا عمتي بدل ما تدرس؟ دح يا عمتي دح يا عمتي، مزع الكتاب نتفه بدي أشوفك بتاكله بسنانك أكل، مش تطلع تيس زي إخوالك يا عمتي. بدي زي عمامك ترفع راسنا يا عمتي. يلا يا حبيبتي دح. طيب يا عمتي بس انت تركيني وسكري الباب الله يرضى عليك. والله لا ادح ما هيني ما. يا عمتي مش شايفتك بتدرس يا عمتي، متمدد وحاطط قهوه شيء يا عمتي قاعد. يا عمتي مشان الله دشريني بس 5 دقائق. طيب يا عمتي العبره في النتائج مش تطلع تيس زي اخوالك. حاضر دشريني بس. دخيل الله وين وصلت؟ والله ما انا عارف لخموني كلهم. تفضحناش تفضحناش. ايوه بيه. الزكاة مقدار من المال يقدر ب 2.5% من فائدة استهلاك الفرد سواء أكان نقدا أم كان عقارا أم كان محصولا. إيش يما؟ مية يا حبيبي. يا حبيبي شو مالك قاعد بتصيح بصوتك برا؟ أدر يما والله بدرس. يا حبيبي شو ناقصك؟ الله يسعدك خالتك سنية بتجيب لابنها مي من الحنفية، أنا عمالي بجيب لك أناني يما. أناني يا حبيبي دح فيك أناني. الناس بتشرب قهوة وأنت نسكافيه يا حبيبي بالعلب. دح يما بياكلوا جاج معطن عم بجيب لك كباب يا حبيبي. دح يا حبيبي دح. بدي إياك يما تنور ترفع راسي فوق. حاضر يما عراسي والله لا أرفع راسك. خلص بس حلوا عني شوي حلوا عني من شان الله. ما بلحق أمسك الورقة. العلوم. ايوه العلوم. الماء هو عباره عن ذرتين H2 يعني في ذرتين اكسجين وذره هيدروجين عند درجه حراره 100 يبدا الماء بالغليان. ودخل ابوي يا 100 اهلا. شو يابا قاعد يا حبيبي تفضحناش يا حبيبي؟ ابن عمك جاب 70 بدي اياك تجيب 1000. 2000 يابا قديش بتقدر على مات؟ جيب يعني اللي بتاخده للجامعه والباقي بنبني عليه يا حبيبي. جيب الله يرضى عليك. بديش تفضحني يابا. ادرس يابا دح. حاضر يا والله لا ادرس بس اتركوني بحالي. ما بلحق امسك فنجان القهوه بتدخل عمتي. ما بلحق امسك ان المي بيدخل خالي. ما بلحق اطق المسجل شوي هيك بتدخل مرت عمي. المسجل احلى شيء بحب اسمع المسجل لانه هذه بتفائل فيها. وين راح؟ يلا شجعوني بدي انجح يا رب. ايوه الميزان التجاري. ايوه يا وردي دخل ابو. شو هذا يابا فاتح المسجل؟ لا يابا عن النجاح هاي الاولى. بدك تنجح يابا بالمسجل دح يا حبيبي دح. بدي اياك 7000 تجيب. حاضر يابا والله لا ادح والله لا ادرس. وين العربي؟ السيف اصدق انباء من الكتب. H2S عند درجه الماء تفقد درجه الغليان فقال لهم ماذا تقولون عني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم ابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. اما هولندا فيحدها من الشمال مجموعه من المحيطات وتسمى ضربه. نعم ان شاء الله ترحموني ترحموني وغير النظام التوجيهي غير النظام التوجيهي ان شاء الله.